السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين الأجهزة التي أتتني من مدينة الحسيمة جهاز آيفون 7 به مشكلات الصوت، يعني سواء سماعات الهوت بارلور أو السماعة الأخرى لا تشتغل. سنقوم بفتحه إن شاء الله ومحاولة إصلاحه. شاهد، لاحظوا معي الزر باهت مسار الاي تو اس ابلكيشن تو كوديك إشارة الكلوك، وسأقوم الآن بتغيير الاي سي باي سي جديد. الآن للتجربة، لاحظوا معي الحمد لله كل شيء جيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.